انا سي جمال نقلك واحد، انا شخصيا دائما مع الاستمراريه، فهاد المنتخب كان في فتره من فترات مع سي مديح بقى خدا المشعل زكريا عبوب. انا ما عرفتش الجامعه علاش ما خلاش زكريا عبوب يكمل ويتحمل المسؤوليه ديالو كامله وياخذ حتى الالعاب الافريقيه، لانه مع عمليه ديال الاستمراريه مهمه. ثم ان جمال السلامي كمدرب اننا دائما كنوضعوه في مازق، يعني بحجة انه هو اللي عنده العقد مع الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. مره كنعطيوه الشبان، مره كنعطيوه المحلي، مره كنعطيوه يعني حتى هذا كيأثر. ربما يعني السي جمال يقدر هو ما يقولهاش، ولكن هذا يقدر كيأثر حتى على المسار ديال المدرب، لانه انا كل مره كندقريا مع فئه اللي انا ما كنرافقهاش، يعني لا في التحضيرات لا في، يعني ما كيكونش التركيز ديالي كامل. فهذا كي انا بالنسبه لي كي تي مجموعه من يعني من علامات استفهام. السي رياض سولك على يعني الاهداف، اش من الاهداف غيتكلم عليها وما عرفتش اللائحه، ما عرفتش اللاعبين اللي في اوروبا واش غيكونوا ولا ما كيكونوش، بالتالي صعيب نلزموه باهداف انه يحققها في هذه البطوله. انا طلبت من زكريا انه يواصل معنا هاد الالعاب هذه في ظل المعرفه ديالو بالمجموعة وباللاعبين، ولكن هو قرار شخصي ديالو هو أنه فضل أنه ما يكونش معنا. هذا هو اللي كاين. بالنسبة لي طبيعة الحال هذه المسؤولية فهي مهمة بالنسبة لي شخصيا، تعطيني فرصة في أنني تنتعرف على المشاكل اللي كاينة في كرة القدم، لأن هاد اللاعبين راهما المستقبل ديال الكرة. حنا دابا كاين مشكل في قلب الدفاع، ما يمكنش تعرفوا إلا ما شفتيش هاد المنتخبات هادو. هادو راه المنتخبات ماشي الأندية، يعني منتخب عنده خاصات في هاد المركز، يعني المستقبل ديال كرة القدم المغربية فين غادي نلقاو لاعبين بحال هادو؟ أنت غادي نلقاوهم يعني من هنا واحد اثنين راه غيتطرح لنا مشكل كبير في هذا المركز هذا. وفي رايك سي جمال، انت راك لعبتي في هذا البوست هو لعبتي فيه حتى هو، علاش؟ واش هذا الشيء عنده علاقه يعني اللاعبين ما بقاوش كيمشيو ذاك المركز، لانه ولا ميول لاعبين عندهم يعني كيلعبوا في خط الهجوم ولا في خط الوسط، يعني في رايك انت كتقني علاش ما بقاوش لاعبين كيمشيو تما لهذاك المركز؟ ربما لانه مركز يتطلب شخصيه خاصه عندها مقومات ديالها، تيتطلب شجاعة، لأن في هذا المركز هذا خاص مقومات جسمانية، خاص مقومات لا ذهنية ولا جسمانية ولا تقنية. وبالتالي هذا المركز كمراكز أخرى ما يمكنش تاخذ لهاد هاد هاد الباكاج هذا الا ما كناش الناس اللي غيوريوك هاد الشيء. سي جمال تفضل سي جمال. نعم تفضل. يعني هذا راه مشكل يطرح في كره القدم المغربيه. لا الا كنا غنديروا مراكز التكوين وغنديروا مشرفين على التكوين، راه دابا هذا راه علامة استفهام كبيره مطروحه. رياض كاخر سؤال. سي جمال، انت شوف لعبتي الكره وعارف كيفاش كدور الكره المغربيه، وحضرتي الايام ديال العصاب الجهويه ملي كانت عندنا العصاب الجهويه كتشتغل بشكل جيد وكدير العمليه التنقيب. كنعتقد بان كاينين لاعبين في هذا المركز، لو ان العصاب الجهويه اللي عندنا هنا في المغرب دارت العمل ديالها بكل امانه وعمل ديالها اللي يكون جدي، كنعتقد بان غيكون عندنا لاعبين في المستوى الكبير، خاصه في هذه المراكز هذا، لان ما يمكنش ما يكونش عندنا لاعبين اللي باقيين لاعبين صغار وما كاينش في هذه المراكز، ما يمكنش ما يكونش عندنا في المغرب. ولكن الدور ديال العصب الجهويه خاصو من الان يتعاود يتطور، من الان خاصنا نعتمدوا على العصب الجهويه اللي خاصها تكون تقوم بعمليه التنقيب على صعيد العصب ديالها، الانديه ديال العصب، لا في الهوات لا في القسم الثاني لا في القسم الاول. هذا مشكل مطروح على جميع الاصعده، ماشي غير الانديه ديال ماشي غير العصاب، لان احنا في المغرب دابا كاين عندنا مشكل كاين تغيير ديال المجتمع، لان احنا دابا
مجموعه ديال 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 النقاشات تنسمعوا وماليرا عندهم ما عندهم والو عندهم عندهم اللعابه وبوركينا فاسو ما عندهم والو عندهم اللعابه. حنا راه واحد الوقت ملي كانوا مساحات المساحات وكان بقى باقي لي تيران فالكو داكشي حنا كنا كنخليو اللعابه ولكن دابا عندنا عندنا مشكل مثلا في مدينه الدار البيضاء ما بقاوش المساحات ولكن كاين مراكز كاين الملاعب القرب خاصنا نستغلوهم. مجموعه ديال المدن ملي دابا ولاو هاد الملاعب ديال القرب خاص يكون هناك واحد التنظيم ديالهم باش هما اللي غيوليو يمثلوا القاعده اللي من هذيك القاعده اللاعبين ممكن يمشيو للانديه ثم من الانديه في المراكز ديال التكوين ديالهم ممكن يعطيو المراكز ديالهم. واكيد نعم السي جمال اكيد هذا يعني باقي غناخذوا السؤال ديال جمال سطيفول. السي جمال غياب هذا الوضوح مناش جاي بالضبط؟ علاش ما عندكم علاش كاين هناك شك في عدم القدوم ديال هذه الالعاب هذو؟ لان هذه الالعاب غادا تكون في التاريخ ماشي هو التاريخ ديال الفيفا والانديه غير ملزمه باش تطرح اللاعبين اللي كاينين على برا. واستي جمال واش فر الفراغ اللي كاين في الاداره التقنيه الوطنيه كان سبب في هذا الاشكال اللي كتعيشوا انت حاليا؟ احنا دابا شكلات لنا المهمه ديال هذا المنتخب كان تواصل مع زكريا عبوب لانه هو اللي عنده اللوائح ديال هذا المنتخب هذا ومشكور عطاهم لينا. المشكل اللي كاين دابا هو ان البرمجه ديال هاد 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 الالعاب كان فيها تغيير لان اصلا هاد الالعاب في المذكره اللي وصلتنا كانت مقرره الفئه ديال اقل من 23 سنه ولكن نظرا للتزامن ديال التوقيت ديالها مع لادات فيفا ديال شهر سبتمبر اللي كاين فيها الدور الثالث ديال الاقصائيات ديال كاس افريقيا القرن 23 سنه تم التعويض ديالهم بمواليد ديال القرن من 20 سنه وبالتالي احنا هذا التغيير ديال التاريخ يلاه توصلت الجامعه به البارح العشيه وتخبرنا به وبالتالي خصنا نشوفوا دابا كيفاش غادي نحلوا. سي جمال ولكن هذا ان ما غاتشاركش فئه اقل من 23 سنه كنظن كان معروف 23 كنظن كان معروف ان الفئه ديال الشبان اللي غادي تشارك المده هذه انا كنت عارف ان الشبان اللي غادي يشاركوا المده هذه. لا في الاول كان مقرر انها غتكون 23 سنه هذه غتكون في البدايه ماشي يعني ماشي الفتره الاخيره. لا في الاول كانت اقل من 23 سنه ثم تم التغيير ديالها لان تزامنات مع لان كان مقرر ان غتكون هذه الالعاب كتهيئ الكاس الافريقي ديال اقل من 23 سنه هذا هو اللي كان مقرر يعني غتكون هذه الالعاب مناسبه للمنتخبات المشاركه في النهائيات ديال كاس افريقيا المؤهله للالعاب الاولمبيه ثم نظرا للتاجيل ديال الدور الاخير فالناس المشرفين على هذه الالعاب ارتأوا على انهم يعودوها بالمنتخبات ديال الشبان وهذه الدوره غتعرف مشاركه ديال المنتخبات ديال الشبان اللي شاركت في كاس افريقيا في النيجر. يلاه المغرب غيعوض النيجر البلد المنظم وبالتالي المنتخبات الاخرى اللي شاركت فهي كلها غادي تكون حاضره في هذا التظاهر هذا. نعم. بالنسبه للبروغرام ديال المواجهات اللي عندكم سي جمال خلال الالعاب المواجهه الاولى غتكون عندنا مع جنوب افريقيا يوم 16 ثم عندنا المواجهه الثانيه مع بوركينا فاسو والمواجهه الثالثه عندنا مع منتخب نيجيريا. نعم بالنسبه لهذ المنتخبات عندكم شي فكره حول هذ المنتخبات ولا المستوى ديالها خلال التتبع ديالكم؟ المنتخبات هادو ثلاثة شاركوا في النهائيات ديال كأس إفريقيا في النيجر نيجيريا وجنوب إفريقيا تأهلوا نصف النهاية ولعبوا الترتيب لأن السنغال ومالي تأهلوا لكأس العالم وشاركوا في كأس العالم الأخيرة اللي كانت في بولونيا
نعم. وبالنسبة عندك فكرة حول كل لاعب اللي كنا تنعرفه بأنه اللي كان هو زكريا عبوب وكان مع هذا المنتخب هذا، إلى أي درجة يعني نسقتي معاه باش تأخذ فكرة حول كل لاعب؟ وحنا تنعرفوك سي جمال يعني تخلتي مجموعة من المناصب المنتخب المحلي يعني تنقلتي ديساد مجموعة من المناصب، يعني هاد اللعابة هادو والتعامل معهم وفكرة حول كل لاعب، الخصائص ديال كل لاعب التشكيلة اللي كاينة دابا هاد المجموعة، لأن اولا هذه المجموعه فهي مجموعه ديال اللاعبين اللي كانوا خرجوا من السياق ديال التباري متهادي، لان تنذكروا بان هذا المنتخب الاول ديالو كان تقطع من كاس افريقيا للقرن 17 سنه، ثم تقطع في الدور التمهيدي في كاس افريقيا ضد موريتانيا، وتم تم التخلي على مواليد 2000، لان منذ السنه الماضيه تمت العنايه ب 2001 اكثر، لانهم هما المنتخب المقبل على المشاركه في كاس افريقيا في 2021 في اقل من 20 سنه، هما اللاعبين اللي غيكونوا في المستقبل في المنتخب الاولمبي، كانت معطيهم عنايه اكثر، شاركوا في مباريات، شاركوا مع زكريا في مباراه في مالي، مباراه فازوا في دوري شمال افريقيا في مصر، دوري شمال افريقيا فازوا به، شاركوا في ثلاثه ديال المعسكرات من قبل. الان زدنا عليهم بعض اللاعبين ديال مواليد 2000، ولكن الظاهره الكبيره اللي كاينه بالنسبه ليا ظاهره لازم اننا نوقف ناقص الخطر، هو المركز ديال الدفاع، لان انا مارست مع اللاعبين ديال مواليد قبل 17 سنه، كان عندنا مشكل كبير جدا في قلب الدفاع، يعني ما لقيناش مدافعين، وراك كلشي شاف اشنو حصل في كلشي باغي ماركي في النهائيات، كلشي شاف ان المشكل اللي كان في قلب الدفاع، دابا عاوتاني راه ما عندناش قلب الدفاع، راه حنا تنقلبوا على مدافعين ما لقيناش، فهمت؟ يعني المغرب كله ما فيهش مدافع، كلشي باغي ماركي لا في المغرب ولا خارج المغرب، ما كاينينش دابا مدافعين في المستوى. سي جمال، الرهان ديالكم في الدوره ديال افريقيا، واش رهان ديال اللاعبين يكسبوا تجربه اكبر مع منتخبات افريقيا اللي في المستوى الكبير، او رهان باش تفوزوا باللقب وتحققوا النتائج اللي تكون ايجابيه؟ واش هي المشاركه من اجل كسب تجربه والخبره، او المشاركه من اجل الفوز باللقب؟ اول حاجه بعد انا خصني ندير اللائحه، هذا هو اول حاجه كنبحث عليها دابا هو انني ندير اللائحه ديال 18 لاعب، ثم من بعد غادي نشوفوا. بطبيعه الحال كاين التجربه، كاين لاعبين عندهم مستوى، ولكن هذا الشيء خصو يكون موضوع في واحد الاطار اللي عنده تصور مستقبلي، فهمتي؟